يوم زار وزير حزب الله معقل التيار الازرق اقتصر موكبه على سيارتين المشهد نفسه كرره الوزير القواتي يوم دخل مدينه رشيد كرامي والمثال ينطبق على عشرات الزيارات في جميع المناطق اللبنانيه الا ان حكايه الزائر وزير الخارجيه جبران باسيل مختلفه فاذا كانت المواكب تقتصر عاده على اربعه عناصر من امن الدوله اثنان يرافقان الوزير في السياره التي تقله والاخران يحرسان السياره التي تقل مستشاريه فالحكايه في مواكب باسيل تختلف هنا افواج منتشره لضمان دخول الضيف ارض شعبيته يرافقه وزير الدفاع شخصيا فهل تستدعي جولات باسيل انتشار البزه المرقطه على خلاف زملائه في نوع نوعين من الاغتيالات، في اغتيال بفجر البلد، وفي اغتيال بوتر البلد، الوزير باسيل اذا تعرض لاغتيال اليوم بفجر البلد مشان هيك الاجهزه الامنيه هي اللي بتقدر الظروف وبتقدر الوضع، معه عناصر من الجيش اللبناني، لأن الدوله ما بكفي والمهمه اللي رايح عليها او اللي بيتقل عليها معرض للخطر ما بكفوا ما بيقدروا يقوموا بالمهمه، وبتعرفي انت بيفرزوا له عناصر من الجيش وما بدنا نخفي يعني انه وزير الدفاع هو بنفس التكتل طبعا ومشان ما يكون عرضه للاغتيال تاخذ كل الاحتياطات اللازمه من قوى امن وامن عام وجيش عند الضروره ولكن هل يجول باسيل بصفته رئيسا للتيار الوطني الحر ام وزيرا للخارجيه؟ وفي هذه الحال من يتحمل نفقات هذه المواكب؟ بصفته رئيس حزب معرض للخطر، مش قصه تكاليف هي كلها موقته يعني من ضمن الخدمه اللي بيقوم فيها العسكري اليوميه. ما ما بيضلوا معه على طول هو بيروح وقت الانتقال. في كان الحرس الجمهوري في ضباط؟ في حر... من الحرس الجمهوري طبعا عمه رئيس جمهوريه انه ما, ما في شيء بيمنع هو عنده صلاحيه رئيس الجمهوريه انه يعطي الحرس الجمهوري الوزير لمراقبه وزير؟ طبعا رئيس جمهوريه لازم مش بس الحرس الجمهوري إذا بيضطر الله واحد يروح ويحميه ما لازم ما لازم يقصر يمكن بيخدلو الجيش كله مشان ما يتفجر البلد هي حماية للوطن بحماية شخصية سياسية فرضت نفسها عاملاً أساسياً وفي حالة باسيل أثارت جدلاً مفتوحاً يبدأ بخطاب ولا ينتهي بمواكب مؤللة جوال الحجموسة قناة الجديد